إذا كذلك يمكنكم تدخلوا لاباج ديال الدي جي اس ان ماروك في فيسبوك وانستغرام، تبعونا وعرفوا الجديد ديال ايام الابواب المفتوحه وكذلك مختلف البلاغات. إذا الان رئيسه المجموعه كتعطي اشاره باش السيارات يستعدوا من اجل المغادره الشخصيه وإتمام الجولة في رواق آخر الباب 6، الباب 5 هي جامعة، الباب 5 هي الباب الحي. صافي واحد الله بارك الله فيك، يخرج لك الفلوس بارك الله. كسيارتين جنبيتين فيها عناصر لها من التجربة ولها من الكيكة ولها من المعدات من اجل الحفاظ على السلامه ديال هذه الشخصيه. الان غنشوفوا كيفاش هاد العناصر يقوموا بالتامين ديال الشخصيه على الارجل، اختاروا مثلا بانه بغى ينزل في سوق الحب غيشري شويه ديال امنو وشويه ديال الاركان، وكيفاش غيقوموا هاد العناصر بالحمايه ديالو. يا سي عبد الله تسليم، إذا بعد ما كيسكانيو المحيط كيقوموا بالتأمين ديالو، رئيس المجموعة مشات بالثلاثة عبد الله مشات بالثلاثة، الإشارة فرئيسة المجموعة هي عنصر نسوي، وهذا الشيء في المديرية العامة للأمن الوطني ما بقاش فرق ما بين الرجل والمرأة. فالمرأة المغربية هي تحية لها بشكل كبير، صحوا عليها الله يعطيكم الخير، كيعطيكم العيالات. فهي الأم والزوجة والأخت، وهي كذلك الزميلة في عمل، وكذلك في هذه المهام اللي كتكون صعيبة شيئاً ما، فهما كيكونوا حاضرين وبقوة، وكيفرضوا، عبد الله مشيت بالثلاثة عبد الله ياك. بعد ما قام بالجولة ديالو سنتابع وإياكم سيداتي وسادتي الآن أخ إبراهيم و يا سلام تبارك الله عليكم. تجول الآن التركيز لأن الشخصية اقتربت من الجمهور فخص الحماية ديالها. سالي بغيتي تجي تشات ماشي غير نزل عليك انا اللي جيت نشات، قال لي الكاميرا شجوع الله يعطيك الخير، انت شنو عاودها؟ انا اللي بغيت نجي نشات. صافي هانتوما شاهدين عليه كاملين، صبوا عليه الله يخليكم. لا وقعت شي حاجه احنا ما مسؤولينش. يلا فرجه ممتعه تبارك الله عليك، صبوا عليه الله يخليك. السي عبد الله اليوم كيحتفل بعيد ميلاد ماليو، العيد الميلاد ديالو حنا غنعيشوا معاه هاد اللحظات الممتعه اللي غيكون هو الشخصيه المؤمنه من طرف فرقه الحمايه المقربة والأصفر الرسمي. فرجة ممتعة. إذن السي عبد الله غيكون هو الشخصية الرسمية اللي غيعيشها معنا اليوم هذه التجربة الفريدة من نوعها. لأول مرة غيعيشها، يمكن واش تكون الثانية ولا لا. الأم ديالو عطاها صغير سميتو نسيم البدان. ياس نسيم البدان الأم ديالو اللي قتي بالاستماع التحقي بهاد الخيمة. السجل على استعداد الآن الشخصية عبد الله
اللي كيحتفل اليوم كان كيحتفل امس بعيد ميلاده هي الذكرى 68 على تاسيس المديريه العامه للامن الوطني. الله يعيش هذه التجربه الفريده من نوعها. الان الموكب غير يتحرك وهذا هو الموكب الرسمي اللي كيكونوا حاضرين الشخصيات، فالشخصيه كتكون في السياره الرسميه هي السياره كتوفر على معدات خاصه وسياره مصفحه. الخير يا رب يلا عطينا الناس معاك حيدير لكم الموسيقى. هذا واش ما قادين لاباس؟ ما سمعتكمش، ما قادين لاباس؟ شوية مازال شوف بيت الصباح يسمعوها في إزكا ولا في تيكيوي، ثلاثة جوج واحد ما قادين لاباس؟ مرحبا بكم. ما بغيتش ما سمعتش منها. علمي جوابك. أكتبيز داري. صافا بخير. السلام عليكم. أييه ولا بالضبط. جايين عند الموسوعه جاي من الشطاح. السلام عليكم سي كريم. زكي. خالد المربعره مفرح بعرا عرفتيني اي فهمتيني جلاله الملك عبد الحفظ في الثانيه قال العام صاير على تمازيت عرفتيني هذاك هي وصربي كيقربي على من الحفاظه هذا راس الغور عيد مدفع الندى الكل تبريد انا مول الامن الوطني عرفتيني اي اكيعاونوا بيك الله يخليكم عليكم التحقوا راه من الصف الثالث راه مازال خاويه وبغيت شي واحد يكون في عمره يكون كبير شويه ماجور ويكون تاريخ الازدياد ديالو هو 16 ماي وعلى 16 ماي هو تاريخ تاسيس المديريه العامه للامن الوطني اذا كنطلبوا شي شخص يكون 18 سنه فما فوق راجل او امراه يكون تاريخ الازدياد ديالو 16 ماي اي البارح بغينا نحتفل نستمتع وإياكم بالعرض الأول الخاص بفرقة الحماية المقربة والأسفار الرسمية. الحمد لله بلادنا كتنعم بالأمن والسلام والطمأنينة وهذا الشيء اللي كنشوفوا أن مجموعة من الدول مجموعة من الشخصيات السياسية والفنية والرياضية وكذلك تنظيم مجموعة من الأحداث القارية والدولية من بلادنا العزيزة الغالية ومن اجل هذا التوفيق الشخصيات يجب توفير لهم واحد الحمايه واحد البروتوكول خاص كيشرط واحد المجموعه من العناصر الامنيه اللي عندهم واحد التدريب خاصه وتكوين خاص بعد التكوين الاساسي ديال اي شرطي فكيتبعوا ليه هما بالذات في مجال الحمايه وكذلك الدفاع الذاتي وفنون الحرب وكذلك السياقه ذات السياره كنشوفوا لك الضربات كان شي واحد سولك ولا كنلبسوه بانه
يحس بأداء هذه الشخصية، غنشوفو كيفاش غيقوموا العناصر بالحماية ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.